أخبار اليوم. كلم اسمك ايه؟ طارق؟ انت بتشتغل فيها طارق؟ بتلم الازاز البلاستيك عشان تاكل عيش حلال طبعا. ربنا يكرمك يا طارق. انا شايفك طالع من مكان بعيد جدا يعني، صح؟ ساكن هنا؟ طب انت مش خايف تقع تحت كده تبقى ولا ايه؟ كل يوم هنا. قول كل يوم هنا ايه؟ بتشتغل يعني؟ بتبيع الحاجة دي فين يا طارق؟ يعني بتكسب كويس يعني ولا ما بتكفكش؟ بتكسب كام في اليوم يا طارق؟ طبعا عندك اخوات انت يا طارق؟ عندك كام اخ؟ واحد. انت مصري؟ وانا مصري زيك بالظبط. مالك؟ انا اعرف ان اطفال مصر رجاله كمان. تطلب ايه يا طارق من المسؤولين؟ اطلب ان انا اعيش كويس. عايز ايه عشان تعيش كويس يا طارق؟ عايز حاجه. انت مكتفي بهذا القدر من البلد، عايز تعيش كويس بس. ربنا معاك يا طارق، وانا عن نفسي بدعي لك، واي حد هيشوفك معانا هيدعي لك ان شاء الله. عايز حاجه؟